مشاهدينا عبر قناة عمان الثقافية، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثقافة في أسبوع، والتي تأتيكم من هنا من موقع التينالاند. نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. فوز منتجات حرفية عمانية بجائزة مجلس الحرف العالمي. أكثر من 600 شخص يشاركون في أوبريت ما يشبهك غيرك بمحافظة ظفار. الاحتفال بتدشين فرقة نخل المسرحية. ومن عناوين الثقافة المحلية إلى أبرز عناوين الثقافة العربية والعالمية. في الكويت اكتشاف أقدم بصمة بشرية تعود إلى أكثر من 7000 عام. فلسطينيات ينتجن حطباً صناعياً صديقاً للبيئة لاستخدامه في التدفئة. اكتشافات أثرية بالصين يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام. طوكيو تستضيف أول عرض لأزياء المحجبات. فازت 6 منتجات حرفية عمانية بمراكز متقدمة ضمن منافسات جائزة مجلس الحرف العالمي للتميز الحرفي لعام 2016، والتي أقيمت بدولة الكويت. وتعد الجائزة الأبرز على مستوى دول آسيا والمحيط الهادي في محور الصناعات الحرفية المطورة والتقليدية. شارك ضمن منافسات جائزة مجلس الحرف العالمي للتميز الحرفي أكثر من 250 منتجاً حرفياً من مختلف دول آسيا والمحيط الهادي بمشاركة هيئات ومنظمات دولية وإقليمية. الجائزة جاءت تتويجاً للإسهامات البارزة للسلطنة في مجال التطوير الحرفي. أقيم في محافظة ظفار أوبريت ما يشبهك غيرك، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني 46 المجيد. الأوبريت شارك فيه أكثر من 600 مشارك، رعاه معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. إن الموروث الحضاري والثقافي العماني هو أحد السمات المميزة والعلامات البارزة في مسيرة النهضة المباركة، والتي يكمن جزء منها في الفنون العمانية التقليدية. مشاركة واسعة من أبناء محافظة ظفار في أوبريت ما يشبهك غيرك، الذي يحمل الكثير من المعاني والدلالات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قائد البلاد المفدى. وقد جسد المشاركون عبارات الحب والولاء والانتماء للقائد من خلال لوحات رائعة تتناغم بالقصيد ورسائل السلام للمنطقة والعالم. أتقدم نيابة عنكم جميعا بأحر التهاني لمولانا صاحب الجلالة، ونسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية. وأشكر القائمين على هذا الأوبريت وعلى هذه الأمسية الجميلة وعلى هذا الحضور المتميز، وكان شيء ممتع ورائع، وهذا التفاعل الجميل، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله أن يعود هذه المناسبات على عمان وهي في أحسن حال وتنعم بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير. اشتملت فقرات الأوبريت، والتي تتكون من 15 لوحة من الفنون العمانية المغناة، شارك فيها 600 مشارك يعززون من ثقافة الحوار كأحد قيم التواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية، تعبر عن اللحمة الوطنية.
ما يشبهك غيرك. هذا الزعيم الذي اجتمعت فيه صفات الزعامة، صفات الأبوة، صفات الرجولة، صفات العدل، صفات الوفاء، الصفات الحميدة لصاحب الجلالة التي لا أستطيع أنا عددها، لا أستطيع أن أعددها أو أحصرها. هذا العمل إهداء لأعظم رجل مر علي في حياتي، قيم، أخلاق، حكمة، صبر، بناء، تأسيس، العمل بصمت. هذا العمل أقل ما يقدم لصاحب الجلالة. إن الإنسان العماني بطبيعته وفطرته أثبت خلال الحقبة الماضية من نهضتنا المباركة حبه وولاءه لوطنه وسلطانه الذي بنى وأتم وأعطى فأجزل ومنح فبذل وسمى فنال من الناس كل الحب. نمشي على لم يبقى شبر في عمان إلا وطافت به أفراح العيد الوطني. لقد وعد صاحب الجلالة أنه سيعمل على إسعاد مواطني وقد أوفى فأسعد كل مواطن في أرض هذا الوطن. محمود سيل تبوك من مسرح المروج بصلالة، محافظة ظفار. المسرح العماني من المرتكزات الأساسية للعمل الفني، وقد ساهم بشكل كبير في إثراء الدراما العمانية مع بروز فرق جديدة بمختلف ولايات السلطنة. فرقة نخل للمسرح إحدى الفرق الجديدة التي تم الاحتفال بتدشينها. رعى فعاليات التدشين معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وبطولات أجدادي. المسرح يمثل واجهة حوارية وزاوية تنفرد بها المجتمعات، ويعرف بأنه أبو الفنون، ذلك لأنه أول أنواع الفن، فقد بدأ فن المسرح منذ أيام الإغريق والرومان. وتأصيلا لذلك الدور جاء إشهار فريق نخل للمسرح باكورة لعمل فني حمل عنوان مستشفى عاقل. الشعار الجديد للفريق المسرحي حمل مدلولات التضاد بين الحزن والسعادة، مختزلا مختلف المواقف الحياتية اليومية. نحتفل بالإشهار الرسمي لفرقة نخل المسرحية التي ما بدأت منذ أن بدأت إلا لتدعم الحركة الثقافية في الولاية، فبعد المهرجان التي قامته في الفترة المنصرمة وبعد موافقة وزارة التراث والثقافة على إشهار الفرقة رسمياً، نود منها تقديم ما هو مميز لهذه الولاية العريقة ولهذا الوطن المعطاء. أما الفكاهة فقد داعبت ابتسامات الجمهور الغفير الذي حضر مكتظة بها القاعة متعددة الأغراض التي افتتحت مؤخرا لتشهد خشبتها تسجيل أول عمل فني مسرحي درامي يحمل اسم فرقة نخل للمسرح. بالنسبة إلى تشكيل فرقة، طبعا هذا شيء كبير يعني لي أنا أولا ولباقي الممثلين وأسرة فرقة نخل للمسرح، فمباركين لنا ولجميع نخل بإذن الله تعالى من الأفضل إلى الأفضل إن شاء الله تعالى. من مشاكل في البيت معقول ولا من مشاكل في هذا المستشفى؟ المرأة الوحيدة التي كانت حاضرة في شخوص المسرح بثبات أوضحت مدى تشبثها بالمسرح وأظهرت قوة في الأداء وإسهاما في رسالة المسرح. خلي تشارك وتشوف، عسى إن شاء الله توصل للنجومية وفوق بعد، الله يوفقهن. ودور المرأة لا تنسوا،
كبير واجد. ولعل الختام كان مسكه تكريم المشاركين في العرض المسرحي للذين أجادوا في الأداء واستخرجوا من طاقاتهم الإبداعية مشاهد تعبر عن الواقع. تدشين الشعار الجديد لفرقة نخل المسرحية وإشهار هذه الفرقة يعد باكورة جديدة لأعمال مسرحية قادمة، كما أنها ستحيي الحركة المسرحية بالولاية. سيف بن خلفان، الكندي، ولاية نخل. أكد سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية أن الأنشطة والبرامج الثقافية المتنوعة التي تقيمها الوزارة خلال هذه الأيام في عدد من ولايات السلطنة تهدف إلى إيجاد جيل مثقف في هذه المجالات. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى التراثي الثقافي الثاني بولاية الصحار في محافظة شمال الباطنة. أهم المكتشفات الأثرية في محافظة شمال الباطنة ركز عليها الملتقى التراثي الثقافي في نسخته الثانية، والذي تنظمه دائرة التراث والثقافة بمحافظة شمال الباطنة بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 46 المجيد. هذا المعرض يخدم فئة الشباب الأكثر، فئة الموهوبين في أنهم يمارسوا هواياتهم، خاصة في الجانب الفنون التشكيلية، الرسم، فهذا بالإضافة إلى أنه يدعم فئة الشباب. الملتقى الذي سعى إلى إشراك عدد كبير من شرائح المجتمع بالمحافظة على مدى أسبوع بهدف بث التوعية وغرس مفاهيم الآثار والتراث، ركز على معرفة المفردات التراثية والمحافظة عليها عبر مجموعة من الفعاليات. هذه الأعمال تعبر عن ذواتهم، تعبر عن الوطن أحيانا، تعبر عن مواضيع تتعلق بالمجتمع العماني دائما. طبعا هذا المعرض كان زاخر بالأعمال الفنية في مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية، منها التجريدية ومنها التكعيبية ومنها أيضا الفن المعاصر اللي جمع مجموعة من الأفكار والاتجاهات الفنية. يشتمل الملتقى على فعاليات شعرية وإنشادية ومسرحية وفنون تقليدية ومحاضرات، بالإضافة إلى معارض للكتب ومكتشفات من حفريات ونقا أثرية ومخطوطات ومنقوشات حجرية ومشغولات يدوية وفنون تشكيلية والخط العربي. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. افتتحت فعاليات الملتقى الأدبي والفني للشباب في دورته 22 بمحافظة البريمي. الملتقى يتضمن مسابقة أدبية يتنافس فيها المشاركون للفوز بالمراكز الخمسة الأولى. قافلة الملتقى الأدبي والفني للشباب تواصل المسير حاملة معها تجاربهم الأدبية والفنية. ولاية البريمي كانت نقطة الالتقاء هذا العام ببرامج وفعاليات متنوعة ومتواصلة في الفترتين الصباحية والمسائية. هذا الملتقى هو عبارة عن جامعة مفتوحة وعن بيت خبرة، خرج الكثير من الأدباء وخرج الكثير من الشعراء المشاركين الآن في المحافل الدولية والمشاركين في المهرجانات الشعرية والأدبية المعروفة. معرض الفنون التشكيلية الذي تزامن مع افتتاح الملتقى جسد نتاجات الدورات والورش التدريبية للفنانين في مجال الرسم والتجسيم باستخدام المعادن والأسلاك. شارك فيه فنانون عمانيون وآخرون من بعض الدول العربية وكوريا الجنوبية.
مشاركتنا في هذا المعرض تمثلت في تجسيد المعادن، وبدينا الدورة في دائرة التراث الثقافة بالبريمي، ومن خلالها طلعنا نتائج بسيطة ومبهرة أبهرت الجمهور اليوم. عندنا هذا المجسم عبارة عن حلقات، وعندنا مكعب صغير داخل باللون الأحمر، عندنا يمثل مثلا هيئة الطفل اللي قلبه أحمر وبداية حياته ولونها أبيض. فعاليات متنوعة سيشهدها الملتقى في أيامه الثلاث: جلسات شعرية في الشعر النبطي والفصيح والقصة القصيرة، وعرض مسرحي، وفي يوم الختام ستتم مناقشة النصوص المشاركة ورصد الملاحظات والمقترحات. ثلاثة أيام متتالية سيجد فيها المشاركون البيئة المناسبة لعرض إبداعاتهم الفنية والأدبية والثقافية، والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في إنجاح فعاليات هذا الملتقى. النور بن زاهر الغريبي، ولاية بريمي. وسط مشاركة مجتمعية فاعلة بدأ ملتقى ولاية بدبد الأول. الملتقى يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة والتي يشارك فيها أبناء الولاية. أبناء ولاية بدبد بالعيد الوطني 46 المجيد ابتهجوا وفرحوا، وباسم عمان وجلالة السلطان المعظم أبقه الله هتفوا، فجاء احتفالهم في محتوى ملتقى بدبد الأول الذي حمل في بوتقته فعاليات وبرامج متنوعة. هذه الفعالية يعني تعتبر يعني كان بادرة أولى من لجنة شؤون البلدية بالولاية، وحقيقة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى، وتعتبر يعني فعالية حقيقة يعني الأول من نوعها يعني. مشاركة مجتمعية فاعلة لكافة أطياف المجتمع من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد سطروا في الملتقى حضورهم اللافت، فبرزت خيمة الملتقى التي استقطبت مشاركة واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذه رسالة للشباب العماني بأنه يبرز منتجاته ويبرز الأشياء المواهب اللي عنده ويطمح للمزيد بالأفضل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، نستفيد الكثير، نستفيد أن نحن نوصل رسالتنا، نوصل منتجاتنا للناس عشان يتعرفوا على الأشياء الجديدة والمتنوعة من المنتجات. الموروث التراثي لم يغب عن الملتقى، فتوزعت على زوايا المكان محطات هذا الموروث من صناعات وحرف تقليدية لتتناغم مع البرامج الترفيهية التي استقطبت الأسر من مختلف أنحاء الولاية. هذا وتتواصل فعاليات ملتقى بدبد الأول على مدى 6 أيام، ويفتتح أبوابه أمام الزوار خلال الفترة المسائية ليقدم توليفة من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والسياحية. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الداخلية، ولاية بدبد. سعياً لتشجيع محبي التصوير الضوئي وإكسابهم مزيداً من الخبرة والأفكار في مجال التصوير الضوئي، نظمت دائرة التراث والثقافة بمحافظة مسندم معرضاً للتصوير الضوئي يهدف إلى تعريف المشاركين بصناعة الصورة. بهدف تسليط الضوء على وجود مجموعة كبيرة من المصورين الضوئيين في محافظة مسندم وفتح آفاق المعرفة واكتساب المزيد من الخبرات لديهم وضمن الخطط السنوية لدائرة التراث والثقافة بالمحافظة، جاء تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع الجمعية العمانية للتصوير الضوئي.
كل صورة تحكي لنا حكاية ضوئية عن تنوع البيئات المتعددة التي تزخر فيها السلطنة، بالإضافة إلى الوجوه والأفراح والمعالم الأثرية في السلطنة. يهدف طبعا المعرض لإبراز ثقافة المصورين والهواة في السلطنة وإبراز الموهوبين في المحافظة بشكل خاص. إن الثراء الطبيعي الخلاب للسلطنة وتنوع البيئة يفتح آفاق الخيال ويستنطق الحس المرهف لدى المصور لتداعب أنامله الكاميرا ليلتقط صورة تروي تفاصيل قصة وانظر تعشقه العين ويأسر القلب. ولعل التميز البيئي لمحافظة مسندم فرض نفسه في المعرض من خلال التركيز على الصور الملتقطة من عدسات المصورين لسحر تمازج خلجان وشواطئ المحافظة بشموخ جبالها الشماء. من المعلوم الصورة عن 1000 كلمة، ودائما الصورة هي تحمل رسائل، تحاول قدر الإمكان أن توصل رسائل للمجتمع الخارجي أنها عمان تحتوي على العديد من المقومات السياحية. نحاول قدر الإمكان إبراز هذه المصورات من خلال الصورة، فالصورة دائما هي خير سفير للسلطنة في سواء خارجيا أو داخليا حتى نشجع السياحة الداخلية كذلك. هالمعرض فرصة لنا احنا كشباب من محافظة مسندم أن احنا نبرز أعمالنا وصورنا اللي بنصورها دائما، لأن نادر ما تكون عندنا معارض محافظة مسندم. هذا احنا لنا ابناء محافظة دافع عشان نبرز اعمالنا ونبرز ابداعاتنا. المعرض الذي شارك فيه اكثر من 30 مصورا قدموا 42 صورة ضوئية متنوعة استوقفت الحضور امامها ليتمتعوا بالمناظر التي رغم مشاهدة ومعرفة البعض منهم بها سابقا الا انهم شعروا بجاذبية خاصة لما روته الصور من حكايا وقصص تبادرت في اذهانهم لتلك المواقع. لكل صورة من هذه الصور قصة تخفي خلفها تجربة متميزة وفريدة لملتقطها، لتجتمع كل هذه الصور في هذا المعرض لتحكي لنا قصصا متنوعة من الطبيعة العمانية. من محافظة مسندم ولاية خصب، نجم بن عبد الله الشحي. شاركت السلطنة ممثلة في الخيالة السلطانية العمانية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي أقيمت في باريس. السلطنة حققت مراكز متقدمة في البطولة، ففازت بجائزة الحصان الفرس والحصان الفحل، وحصلت على جائزتين برونزيتين. بمشاركة من الخيالة السلطانية العمانية العربية الأصيلة إلى جانب خيول عربية أخرى من أكثر من 20 بلدا، نظمت في باريس بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة. إنها الدورة 36 العالمية في فرنسا لهذه البطولة. هذه بطولة العالم للحصان العربي الأصيل، إنه لأمر مهم جدا على المستوى العالمي، وفرنسا فخورة باستقبال هذه التظاهرة منذ سنوات عدة، لأن الحصان العربي هو أفضل خيول العالم. عدة دول عربية مشاركة في هذه المنافسة، ومن بينها بالتأكيد سلطنة عمان، وقد خصص للسلطنة جناح كبير. سلطنة عمان هي شريك مهم في هذه البطولة. نحن نستخدم الحصان العربي لتحسين نسل الخيول عندنا في الدول العربية، يحسننه بشكل دائم، ونحن نسعد بالحصول عليه لتحسين نسل الخيول. مواصفات خيول الجمال وعن طريقها يتم تحكيم أثناء المسابقات بالنسبة للرأس والعنق والجسم والانسياب العلوي والحركة والشكل العام. لازم يكون العيون واسعة والرأس انسيابي والعنق طويل. بطولة العالم للحصان العربي الأصيل موزعة على فئات المار والحصان الفرس الأنثى والحصان الفحل، وكان الفوز حليف السلطنة بالحصان الفرس والحصان الفحل، جائزتان برونزيتان للسلطنة. Thank you.
والله الحمد لله طالع من فرنسا وجايب ميداليتين برونزيتين في كأس العالم، ما في أحلى من الحمد لله نعم رب العالمين. احنا يعني جهزنا نفسنا عشان نشارك في هذه البطولة من السنة الماضية، لكن الحمد لله نتائجنا السنة أحسن عن السنة اللي قبلها. بيارت جاب البطولة في بلجيكا الأسبوع الماضي وقبل الشهر الماضي قصدا، والحين جاب البرونزية في بطولة العالم والحمد لله. افتتح في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس معرض مغامرو البحار من السندباد إلى ماركو بولو. المعرض يسلط الضوء على تاريخ السلطنة البحري وأعلام البحر كأحمد بن ماجد وابن بطوطة وماركو بولو وفاسكو دي جاما. نافذة على تاريخ بحر الشواطئ العربية يفتحها معهد العالم العربي بباريس من سندباد كتاب ألف ليلة وليلة إلى ماركو بولو البحار الذي عرف الأوروبيين بقارة آسيا بحرا عبر الشواطئ العربية في القرن 13. تاريخ حضارة شكل سمتها الرئيسية بحر الشواطئ العربية، وكان حرص من وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو على المشاركة في الافتتاح الرسمي. معرض أول ما يطالعك فيه الباخرة العمانية نزوة في مقدمة الباحة الكبيرة لمعهد العالم العربي. حينما حاولنا أن نقيم هذا المعرض حرصنا تماما على أن يكون هذا القارب العماني موجود، لأنه يمثل قيمة رمزية في هذا السياق، في سياق هذا المعرض. وقد بذلنا جهدا كبيرا وتجاوبت معنا سلطنة عمان. المعرض هو ثمرة لإعداد دام 4 سنوات ونظم بالشراكة مع سلطنة عمان، وتضمن قطعا أثرية ومخطوطات ورسومات وخرائط وكل ما لازم الرحلات البحرية تاريخيا وما كتب عن مغامرات البحار ومخاطرها. المعرض تحدث عن العمق الحضاري لعمان وعن فلسفة البحار في المحيط الهندي، وبالتالي العمق الحضاري عندما نتحدث عن البحار العمانيين كأحمد بن ماجد وغيرهم من هم ساهموا في الحضارة الإنسانية، هذا في حد ذاته رسالة سلام ورسالة تعاون مع الثقافات. Il est important que l'Occident et l'Orient. من المهم جدا وجود شراكة بين الغرب والشرق، أن يكونا شريكين وصديقين، هذا دورنا. علينا خلق التاريخ، يجب أن لا ننسى أن الثقافة والاكتشاف والشراكة وهو ما يقوم به معهد العالم العربي بباريس تساهم كثيرا في التوصل إلى حلول سياسية. تاريخ الخط البحري العربي من القارة الأوروبية إلى القارة الآسيوية شهادة على الإرث الحضاري العربي ذي البعد العالمي بما حمله ذلك من تبادل حضاري كانت عمان محطته الأبرز. وقد بدا المعرض وكأنه تشريف وتكريم لتاريخ عمان. بوجود هذا المعرض أثبت العمانيون بأنهم مواكبين للتطور ولمسألة توصيل صورة جيدة للعالم العربي إلى أوروبا بشكل عام، وخصوصا إلى فرنسا بشكل خاص، حيث أن فرنسا تعاني نوعا ما من تلك الصورة النمطية السلبية، ولكن هذا يساهم بتحسين صورة العرب لدى المواطنين الفرنسيين. من السندباد البحري إلى البحار الإيطالي تاجر البندقية ماركو باولو، مغامرو بحار كانت لهم عمان ممرا ومرسى، كانت المحطة الممسكة بهذا التاريخ والشاهد عليه. محمد كلش، تلفزيون سلطنة عمان، باريس. We'll be right back.
ومن أخبار الثقافة المحلية ننتقل بكم إلى أخبار الثقافة العربية والعالمية، ونبدأ من الكويت، حيث عثر فريق الكشف والتنقيب المكلف من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي على أقدم بصمة بشرية تعود إلى أكثر من 7,000 عام بموقع بحر واحد في الصبية الشمال الكويت. وجاء هذا الاكتشاف بعد أن تم التنقيب عن كسرة فخارية أثرية، ويعد هذا الكشف ضمن مجموعة من الاكتشافات التي عثر عليها في هذه المنطقة، ويحرص المسؤولون في دولة الكويت على تسجيل موقع بحر واحد ضمن مواقع التراث العالمي باعتباره من المواقع الفريدة والاستثنائية لما يتمتع به من قيمة عالمية. وإلى الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، حيث يعد الحفاظ على بيئة نقية والحد من قطع الأشجار هدفا سعت إليه عدد من الفلسطينيات في نابلس، وحققنا من خلاله مشروعا لإنتاج حطب صناعي يستخدم في التدفئة. توصلت 4 فلسطينيات من قرية بيتا التابعة لنابلس في الضفة الغربية إلى مشروع لإنتاج حطب صناعي يستخدم في التدفئة ويمكن به الاستغناء عن قطع الأشجار. الحطب الصناعي يتم إنتاجه باستخدام مخلفات طبيعية وبقايا عصر الزيتون، وينتج حاليا يدويا، ويمكن التوسع في المشروع إذا استخدمت الآلات في عملية الإنتاج. وأوضحت فايدة يمكى الأم ل5 أطفال وإحدى القائمات على المشروع أن الحطب الصناعي صديق للبيئة وبديل للحطب الطبيعي. مشروع مبادرة منا، مشروع خاص منا، أن يكون زي مصدر دخل إنا. طبعا اذا يعني انه لقينا حد يعني نعمله، بده الات، بده ماكينات، لانه هذا كله شغل يدوي. لو في اله تقطع، اله عجنه، اله الكبس، ننتج كميات كبيره. وتشير فايده الى ان قطعه صغيره من هذا الحطب الصناعي يمكن ان تستمر مشتعله لمده ساعه دون ان تخرج منها اي انبعاثات او روائح كريهه. ومن بين نقاط البيع الرئيسيه بالنسبه للنساء والأثر البيئي المنخفض لهذا الحطب الصناعي على بيئتهن الطبيعية. وبدأت فكرة الحطب الصناعي تلفت الأنظار بالفعل، إذ تبنت بلدية بيتا المشروع وتقول إنها تعتزم تقديم دعم له يشمل تقديم آلات للنساء، إضافة إلى إنشاء ورشة كما ستساعدهن في تسويق إنتاجهن. ما زلنا مشاهدين معكم نستعرض أخبار الثقافة، وإلى الصين، حيث اكتشافات أثرية مهمة يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام. الاكتشافات في مقاطعة شينشي لأكثر من 1000 مقبرة أثرية وأطلال مدينة قديمة يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام في منطقة وجد داخلها غابات وكهوف مزدانة باللآلئ الحجرية وغيرها من الأحجار المميزة بحجمها الكبير وقيمتها العلمية العالية، مما يجعلها تمثل تراثاً جيولوجياً عالمياً.
تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو أول عرض لأحدث مجموعات من أزياء المحجبات ضمن أنشطة معرض حلال إكسبو اليابان 2016. أول عرض لأحدث مجموعات من أزياء المحجبات تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو حاليا ضمن أنشطة معرض حلال إكسبو اليابان 2016. العارضات مررن على الممشى في هذا العرض وهن يضعن أوشحة بألوان فاتحة ومزينة بزهور لامعة بشكل مميز يجمع بين الزي التقليدي الياباني الكيمونو والحشمة. عرض طوكيو للأزياء المحتشمة اجتذب مصممات من دول مختلفة ومنهن مصممة الأزياء نورهانيس التي تحمست للمجيء من سنغافورة إلى اليابان لعرض مجموعة جديدة من أزيائها التي تحمل اسم مين كلوذينج. أرى أن الأمر يتعلق دائما بالمستهلكين. دعنا نقول لو أن أحد المصممين يريد شيئا خاصا مثل شيء مستلهم من زي الكيمونو، أتصور أن تلك تتيح فرصا بلا نهاية للتصميم. ليس هناك أسلوب واحد لوضع الحجاب، بالتالي أتصور أن على الناس أن يفتحوا عيونهم أكثر ويصبحوا أكثر تقبلا لتصميمات جديدة. وتعرض 9 شركات أزياء معروفة معظمهم من سنغافورة أحدث مجموعاتها للمحجبات في هذا العرض الذي يختتم فعالياته يوم الأربعاء. واجتذب عرض الأزياء كثيرا من النساء المحجبات وغير المحجبات. وأعرب مصممو الأزياء المحتشمة في العرض عن رغبتهم في إتاحة مزيد من الاختيارات للمحجبات بدلا من اختصار ارتدائهن للأزياء على لون واحد فقط. الثوب الأنيق الذي كانت ترتديه النجمة الراحلة مارلين مونرو وهي تغني أمام الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي في حفل أقيم عام 1962. بيع الثوب بمبلغ يقارب 5 ملايين دولار في مزاد في لوس أنجلوس. ذلك الثوب الأنيق الذي كانت ترتديه النجمة الراحلة مارلين مونرو وهي تغني بدلال أمام الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي في حفل أقيم عام 1962. ذلك الثوب بيع بمبلغ 4,800,000 دولار في مزاد في لوس أنجلوس. دار جوليان للمزادات التي نظمت الحدث قالت إن دار ريبليز بليف إت أور نوت هي من اشترت الثوب المغطى بالترتر والذي صممه جون لويس. Ladies and gentlemen, this dress just sold for $4 million. ارتدت مارلين الثوب في حفل أقيم في 19 من مايو أيار في عام 1962 خلال حملة لجمع الأموال للحزب الديمقراطي بحديقة مادسون سكوير في نيويورك، وكانت أغنيتها احتفالا بعيد ميلاد كينيدي 45 والذي كان سيحل بعد أسبوعين. وتوفيت النجمة الشهيرة بسبب جرعة مخدرات زائدة بعد أقل من 3 أشهر فيما اغتيل كينيدي في العام التالي. وكان المحلل المالي الراحل مارتن زويغ قد اشترى الثوب عام 1999 بمبلغ 1,300,000 دولار في مزاد أقامته دار كريستيز واحتفظ به على مانيكان داخل مساحة عرض محكومة المناخ. مشاهدينا عبر قناة عمان الثقافية، بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثقافة في أسبوع، والذي استعرضنا فيه مجموعة من الأخبار المحلية
والعربية والعالمية. كنا معكم من هنا من موقع أتينا لاند، هذا الموقع الذي يضم مجموعة من المطاعم والألعاب الترفيهية للأطفال، مكان يستحق الزيارة. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، لكم أجمل التحايا من المعد خالد بن عبد العزيز الرواس والمخرج ناصر بن رجب نصير.